تحسيش محدش قالك ان انت تنكا؟ ايش دخل؟ لا لا انا بكلم بجد، محدش قالك ان انت تنكا؟ بص انا ساكته عشان موصيني وانا داخله ان هم عايزين يكملوا البرنامج معاك. ما تكملي حضرتك، وان في ضيوف بيقولوا لهم كمان ان انا المذيع عشان يرضوا يجوا. لا والله ف يعني فهم انا جايه بنقذ موقف مش اكتر. يبقى مش هينفع مذيع وانت ايه الجمل اللي في حضرتك؟ لا انت قاعد تقول يا تنكا قدام الناس، انت بتشتمني قدام الناس. انا مش تنكا، بقول لك وهشيلها على فكره المونتاج. بيقول لا تشيل المونتاج، وانت حضرتك اللي ماسكه البرنامج حضرتك. لا انا مش ماسكه البرنامج، انا جايه وقايله لاحمد فرماي وقايله لكل الناس ان انا اي كلمه مش هتعجبني انا مش واثقه فيك كمذيع. طبعا يعني ايه تشيليه حضرتك؟ انا مش واثقه فيك. انا ما قلتش حاجه، استني بس. انا مش واثقه ان انت تقدر تدير حوار. انا بشوفك بترقص بتغني بتطبل، لكن ما تبقاش مذيع. انا جيت عشان انقذ المكان اللي انا بتكلم اللي انا بشتغل فيه، طلبوا مني خدمه فانا بعمله. ما ينفعش تعيني مونتاج وما ينفعش حضرتك ده، عشان كده بقول لك انت تنكا. عشان سعد ايش دخلت انا قبل الاشاعات؟ سعد انا بكلمك على فكره. استني يا سلام، يعني انت تمام يعني مش تنكا؟ انا كل حاجه اتفاجئت، يعني كل حاجه اتفاجئت بيها روي يعني لما تقول لواحد انت ما تنفعش تبقى مذيع يبقى مش تنكا. طبعا مع احترامي مع ريم، بس هي هتطلعي لوحدك وبعدين لقيت ضيفه ثانيه، يعني كل الحكايه مفاجاه بالنسبه لي. فخلص الحكايه. ماشي يا فندم ماشي. انا فعلا ده انا لازم ابقى رخم بجد بقى، مش بس انا عايز اسالك على نفسك. رخم على نفسك. اوكي ماشي اوكي. يلا استاذ بقى جاي من الفاصل. طب قولوا لاحمد الهواري يقول له حاجه في الايربيس. ايش دخلت انا في الايربيس؟ يلا استاذ. اول مره اشوفك كده في حياتي. اريم ايه موضوع مسلسل شك؟ طالعه بطله؟ طالعه ايه دورك؟ السؤال طالعه ايه في الشبكه؟ الشبكه ايه الشبكه دي؟ الشبكه بتاعت الفيلم. طب تاني بقى يلا يا استاذ. يعني ضحكت اهو. قلتكوا يا جماعه يا لهوي، وتقول لك يلا يا استاذ. انت مش مركز يا سعد، ده واحد ولسه اثنين امارات. ما هي يا استاذ لما تغلط فيا وانت ساكت يا استاذ عادي كده يعني. ايه الدخله دلوقتي؟ هي كل كلمه بتحطها ليه؟ ماشي يا استاذ. وما توصلش على موضوع تاني. على فكره عايز اقول لك انا اشهر من البرنامج بتاعك. اشهر من ايه؟ من البرنامج بتاعك. بايه؟ ما هو المهم تبقى مشهور بايه؟ بمحبه الناس. لا يعني تبقى مشهور بالخير ولا مشهور بالرأس ولا حمدي. مشهور بالرأس باي حاجه باي حاجه، مشهور بالحمار باي حاجه. بالظبط. يلا هنعمل حلقه ان شاء الله. يلا ريم يلا ريم يلا 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 استاذ جاهزين. يلا عشان الاستاذ عنده اكلايش. يلا عشان نخلص. يلا يلا طبلي. لا طبلي ريم. يلا طبلي. لا طبلي عادي عادي. يلا عادي مش مشكله عادي. لا لا انا مش عارفه. يلا يا جماعه يلا يلا عشان احنا من الساعه 6 تقريبا. والله يلا استاذ يلا صلى. طب ساعد بعد اذنك بس نزل ايدك ساعد بعد اذنك. نزل ايديك واقفل رجليك. ده بجد مفيش مذيع يقف كده بجد. التريقه التريقه ريم التريقه. ثانية واحدة يا جماعة والنبي. براحتي بقى. هم جايبيننا عشان كده ارحم. هم جايبيننا عشان انا نجم والله. بتضحك عليا. جايبينك عشان انت نجم. انت نجم يا حبيبي. انا قلت حاجة نكتة. انا كلمتك حضرتك. مش مصدقك. خير الله ما جالك. يلا استاذ يلا استاذ.